بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم عبد اللطيف بن محمد الحميد، أستاذ في قسم التاريخ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وصاحب دار تراث الوشم بشقراء. سعدت اليوم بحضور حفل افتتاح المؤتمر الدولي للهوية الوطنية، وأيضا حضور الندوة الأولى التي يعني شارك فيها نخبة من كبار وصفوة المجتمع المختصين بأبعاد الهوية الوطنية. من جانب دار تراث الوشم بشقراء شاركت بجناح في أجنحة معارض المؤتمر بعنوان مؤلفات التاريخ السعودي ودورها في تعزيز الهوية الوطنية. لا يسعني في هذا المقام إلا يعني شكر الله سبحانه وتعالى، ثم معالي مدير الجامعة الفذ الأستاذ الدكتور عوض الأسمري والفريق المصاحب لهذا الإنجاز الكبير الذي يتشرف به الوطن ويسعد. الله يبارك فيك.